بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بكم ومرحبا من هنا من مركب محمد الخامس لمتابعه اللقاء المرتقب برسم الجوله 21 من الدوري المغربي الاحترافي بعنوان الرجاء الذي يستقبل نادي الوداد الفاسي في امسيه كرويه يبحث فيها الاخضر عن تحقيق الانتصار والثلاث نقاط لاتمام المشوار بعد فوزه في اللقاء المؤجل برسم الجوله 16 امام نادي اولمبيك ريبكا. وإداد فاس الذي نازم أمام فريق أولمبيك ريبكا برسم الجولة 20 يبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية هنا أمام الرجاء بعد التحاق المدرب الجديد فؤاد الصحبي إلى كرسي احتياط فريق الوداد الفاسي. إذا فريق الرجاء يدخل بالتشكيلة التالية: خالد العسكري في حراسة المرمى، بقي الأسماء زكريا الهاشمي، محمد الحاج، فيفيان مابيدي، جي جي كوكو، محسن متولي، محسن ياجور، ياسين الصالحي، عصام الراقي، عادل كاروشي، واسماعيل بالمعلم. فيما الاحتياط كيدخل ياسين الحظ كبديل للحارس العسكري، هناك ادريسا كوليبالي، رشيد السليماني، سفيان السعدان، امين الاقمري، حمزه برزوق، وعبد الاله الحافظي. المدرب هو التونسي فوزي البنزرتي، يدخل هذه المرة في كرسي الاحتياط بعد غياب لجوج من المقابلات. فيما تشكيلة الوداد الفاسي على الشكل التالي: محمد أمين البورقادي، تجديل المنور، محمد بركات، رضا الله الغزوفي بالعائد بعد التوقيف سبب البطاقة الحمراء، عمر تحلوش، يوسف السكتيوي، يونس منقاري، رشيد الدحماني، محسن الربجة، رشيد تبركانين، عدنان أشرادي. الاحتياط: عصام الحلافي، ياسين الساهل، عبد الله عثماني، غوستافو كوريا البرازيلي، سيرج كواديو اليفواري، حمزه كرتي، وعثمان خيال. المدرب والاطار الوطني السيد فؤاد الصحابي في اولى مبارياته هنا مركب محمد الخامس امام فريق الرجاء الرياضي البيضاوي، ويقود تشكيله الوداد الفاسي. فيما طاقم التحكيم هنا عصمت سوس، هنا قراءه الفاتحه ونعود. كانت هذه قراءة الفاتحة ترحما على أب اللاعب بريغل، إن الله وإنا إليه راجعون، تعازينا لعائلة الفقيد. إذن وبالتالي يغيب اللاعب بريغل عن تشكيلة فريق الوداد الفاسي. قلت طاقم التحكيم من عصمة سوس يتكون من يوسف هراوي كحكم وسط، ويساعد رشيد قولما وعبد الواحد هماد والحكم الرابع، ويسير القاضي والمندوب مبشر رشيد. إذن جولة 21 من الدوري المغربي الاحترافي، المقابلة ما قبل الأخيرة، والأخيرة تبقى بين مؤجلة بين الحسنية وكذلك المغرب الفاسي. لأن ننتظر ونترقب المعطيات المقبلة في هذه المواجهة. المغرب الفاسي أمام حسين تقدير يبقى هذا اللقاء الأخير فيما باقي المباريات التي لعبت. فكانت على الشكل التالي: المغرب التطواني، مغرب أتلتيكو تطواني يفوز على الوداد في افتتاح هذه الجولة ويصبح في الصدارة برصيد 39 نقطة، يفوز بهدف مقابل الشيء، هدف لزهير نعيم اللي أصبح هداف الدوري المغربي الاحترافي بامتياز بتسعة أهداف. هناك شباب ريف الحسيمي هزم أمام النادي الخنيدرة بهدف مقابل الشيء، والفتح تعادل من كوكب صفر مقابل صفر، نهضة بركان والجيش هدف مقابل هدف حتى آخر الأصداء هدف مقابل هدف بين الفريقين. أولمبيك ريبكا جمعية سال هدف مقابل هدف، أولمبيك أسف الدفاع الحاتم الجديد هدف مقابل هدف. هذه النتائج برسم هذه الجولة، وهذا هو الجمهور العائد بعد الغياب في اللقاء الأخير المؤجل للأخضر الرجاوي بسبب سوء النتائج. الرجاء انهزم في عصبة الأبطال الإفريقية بالقدم، وعاد لينهزم بالقلم أمام نادي حورية كوناكري الغيني الذي حقق الانتصار ب
القدم والقلم على مستوى عصبة الأبطال ليخرج الرجاء في سؤال عريض سبق وكان قد طرح وطرحته شخصيا. الرجاء ينزم أمام حورية كوناكري، نفس السيناريو للجيش الملكي، نفس السيناريو للمغرب الفاسي. أين نحن من المشاركة المغربية على مستوى القاري؟ أين هي الأندية المغربية وصولاتها وجولاتها؟ ونتنطلق صافرة البداية. أين الرجاء الذي كان يوقف الكبار؟ عاد لينهزم، لن نقول الصغار، لكن أمام حورية كوناكري بالضربات الترجيحية. وليخرج الرجاء في حلم كان ينتظره الجمهور الرجاوي والجمهور المغربي شانه شان الجيش الملكي. كرة أمامية رأسية من بركات، محاولة لكن تخرج الكرة إلى التماس. الماس يخرج من كأس الكونفدرالية. الرجاء والجيش من عصبة الأبطال الإفريقية، ونتمنى التوفيق للدفاع الحسن الجديد في مشوار القاري. عرضية وتدخل محمد أمين البرقادي. محمد أمين البرقادي مر بفترة رفقة فريق الرجاء على مستوى حراسة عرين الأخضر الرجاوي. الرجاء الذي قلت أنه يبحث عن عودة التوهج والصورة والانطباع الجميل الذي تركه هذا النادي الأخضر في كأس العالم للأندية. ويبقى السؤال، هل لازال الرجاء يعيش على جلباب كأس العالم للأندية أم خرج منها؟ سنتابع ونترقب قادم الدورات وقادم المباريات للأخضر الرجاوي. على مستوى الصدارة يبقى مغرب أتلتيكو تطوان الأبرز أداء ونتيجة. لا ننسى الكوكب المراكشي وما يليه من حسنية أكادير وباقي الأسماء كذلك. على مستوى الدفاع الحسن الجديد بالمباريات المؤجلة والفتح الرياضي الرباطي، وننتظر القادمون من الخلف أصحاب المؤجلات على مستوى الدوري المغربي. هنا جمهور الرجاء أصبح يتقلص على مستوى الأعداد بعدما كان يملأ المدرجات بامتياز وكان يتصدر العناوين والصحف المغربية والعالمية. تعود الكرة، مابيدي راقي عند الصالحي، تشكيلة رسمية نفسها أمام فريق أولمبيك كريبكا في اللقاء المؤجل ما عدا رشيد السليماني لكي يدخل مكانه الهاشمي وفيفيان مابيدي. كذلك فيفيان مابيدي لكي يدخل كرسمي في هذه المواجهة. لأن كان هناك إصابة ديال مروان زمامة الغائب في هذه المواجهة، وعبد الكبير الوادي اللي كيغيب على فريق الرجاء المصاب كذلك. فيما غيابات الوداد الفاسي تبقى بشكيليت والرمش وعبودة بريغل ونبيل. كرة في الجهة اليمنى، محسن أو الهاشمي عند متولي بطريقة جميلة اتجاه الهاشمي. الهاشمي ما كيتمكنش من الكرة وخطأ. مباريات الدوري المغربي الاحترافي دخلت في العشر الأواخر، دخلت في لعبة الحسابات والأرقام، في لعبة المعطيات التي لا تنتهي، وفي عالم ودوامة المعادلات التي تبدو صعبة للبعض وتكون على حساب البعض الآخر. هذا حديث المقدمة والبحث عن اللقب، اللقب الذي يعبد الطريق إلى كأس العالم للأندية، خصوصا أن ليتأكد رسميا أن بطل الدوري المغربي سيشارك في كأس العالم للأندية بعد خروج الرجاء والجيش الملكي اللي كان بإمكانهم قطع الطريق عن طريق عصبة الأبطال الإفريقية. كرة من الجهة اليسرى لصالح نادي وداد فاس، تعود مرة أخرى متولي يرفع كرة أمامية اتجاه محسن ياجور، مقطوعة كترجع من جديد عند الراقي. الراقي أبرز أسماء على مستوى وسط ميدان فريق الرجاء، لكن بقيادة لاعب آخر على مستوى الوسط يبقى جي جي كوكو. فيفيان مابيدي يبحث عن الكرة وركنية، ركنية لصالح فريق الرجاء. الركنية كتلعب كرة عند العميد محسن متولي يبحث عن المراوغة، مسجل آخر هدف لفريق الرجاء. هنا راسية وتصبح ركنية مرة أخرى من لاعب الشرادي. اندفاع منذ الدقيقة الأولى، ما
محسن متولي في التنفيذ. هذه الجماهير الرجاوية حاضرة هنا. عملية التنفيذ تلعب الكرة أرضية هذه المرة. الراقي كيبحث على أنه يرفع الكرة، كيرفع كرة تدخل محمد أمين البرقاني لإبعاد كرة كانت في اتجاه الشباك عن طريق عصام الراقي. شوفوا اللمسة من عصام اللي حاول أنه يرفع الكرة، لكن آخر المطاف في آخر المطاف يتدخل البرقاني لإخراج الكرة إلى الركنية. نتابعوا الركنية في التنفيذ. محسن متولي عميد الفريق وهداف الفريق كذلك، يلعب كرة دائرية عالية. الكرة كترجع مرة أخرى من الدفاع. كوكو يعيد إلى الراقي. الراقي من الجهة اليمنى يكون مضطر لإرجاع الكرة للوراء. كترجع عند كاروشي. كاروشي ترفع كرة للجهة اليسرى مرة أخرى. كترجع لناصر فريق وداد فاس، الفريق الغريق على مستوى أسفل الترتيب صاحب المعاناة. ومتى لم يكن فريق وداد فاس يتواجد في هذه المراكز، لأنه ألف أن يكون في المراكز الأخيرة، ألف أن يتعذب حتى آخر المطاف بكل صراحة نادي وداد فاس. وبالتالي بكل صراحة كيلعب كرة جميلة، لكن نقاطه دائما تكون للفريق الخصم بكل صراحة. فريق عطاء أسماء انتقلت للأندية الكبيرة في الدوري المغربي، آخرها عبد الكبير الوادي أحد أبرز انتقالات الدوري المغربي، أحد أبرز الأسماء اللي انتقل لتشكيلة فريق الرجاء. لكن هذا هو مصير وحال فريق وداد فاس اللي كيحاول أن يخرج من أسفل الترتيب بصعوبة كبيرة، وفي رصيده 13 نقطة من 20 المقابلة. تماس آخر الأسماء اللي درباته كرامة، خالد كرامة اليوم فؤاد الصحابي. فريق اللي تعود انه يغير جوج ثلاثه مدربين في الموسم. كره صار فريق الرجاء، محاوله تغطيه دفاعيه تعود لصالح فريق وداد فاس. وداد فاس رغم انه في اسفل الترتيب لكن يهاجم بطريقه جيده، يلعب كره جميله. هذه اشياء نعرفها بكل صراحه وواقع الحال. وهنا تماس لصالح النسور. نفذ التماس ياسين الصالحي. ترجع مره اخرى لتحلوش عند بركات وتماس على الورق لا مقارنة بين الفريقين، لكن في رقعة الميدان في الدوري المغربي تقارب المستوى بشكل كبير بين مجموعة من الأندية. ثلاث نقاط قد تجعلك في مراكز مؤدية المشاركة القارية في المراكز الخمسة الأولى، ناقص نقطة واحدة تجعلك في الرتبة الأخيرة في الدوري المغربي الاحترافي. يا له من سيناريو في الدوري المغربي لحد الان بين مجموعه من الانديه. محاوله كيبحث على الانطلاق، ما كاينش خطا. كترجع مره اخرى وخطا في المره الثانيه بعد تدخل كوكو. كوكو يتدخل امام اللاعب رضا الله الغزوفي لكيناد لإتمام المواجهة. وفرصة لصالح نادي وداد فاس اللي قلت أنه كيغير ثلاثة أربعة مدربين في الموسم. وداد فاس في صورة لهذا الموسم اللي كنعرفوا دربوا شارلوس لي، كذلك جمال فتحي جمال وكرامة ونتسيدا. وتدخل للحارس خالد العسكري. خالد العسكري يتدخل في تسديده كانت قويه. قلت شاروس لي وبعده كرامه واليوم فؤاد الصحبي. هنا محاوله الجهه اليسرى رضا الله الغزوفي. رضا الله الغزوفي كينطلق بالكره كترجع مره اخرى تمريره و كره من جديد في الجهه اليمنى. كذلك هناك المساعد ل كيسار كذلك على الفريق العمول اللي بدوره كان حاضر مع جل المدربين مع كل المدربين. وتبقى الامور صعبه بكل صراحه. ووداد فاس والمغرب الفاسي في مدينه
بكل صراحة فيها لاعبين مميزين بمجموعة من الأندية سواء على مستوى الهوات أو على مستوى القاعدة الكروية بهذه المدينة، لكن النتائج لا تسر الجماهير الفاسية. ضربة مرمى محمد أمين البرقادي وزميله في الفريق كذلك رشيد تبركانين، أسماء من أيام الزمن الجميل لأبناء فتح جمال في كأس العالم بالأراضي المنخفضة بهولندا أمام مباريات كبيرة إيطاليا والبرازيل وباقي الأسماء التي واجهها المنتخب الوطني المغربي آنذاك للشوبان. كرة في الجهة اليسرى، عملية الانطلاق تحلوش كمرر الكرة عرضية عند تبركانين، تبركانين ما تمكنش من الكرة كترجع عند كاروشي. كاروشي يمكن نقول أن من الأشياء كذلك اللي فقدها فريق الرجاء هي السرعة في الهجمات، هنا محاولة من الجهة اليسرى كينطلق بالكرة يا جور يمرر والركنية. فريق الرجاء اللي ما بقاش كيلعب ديك الطريقة السريعة ديالو في الإيقاع، ويمكن تكلموا على مجموعة من المباريات التمرير بطريقة جميلة، فرصة صالحة لفريق الرجاء البحث على المراوغة والتمرير كيمرر الكرة بطريقة جميلة لكن بعيدة بعيدة عن اللاعب كوكو. فريق الرجاء اللي عنده ثلاثة مباريات مؤجلة الدوري المغربي الاحترافي، ويكون عنده لقاء يوم الاربعاء المقبل امام النادي القنيطري، لقاء مؤجل في الدوري المغربي الاحترافي مركب محمد الخامس الاربعاء المقبل. اذا هي توالي المباريات في دوري تتوالى فيه النقاط وتتوالى فيه النتائج الايجابيه للبعض على حساب البعض الاخر. كره براسيه تاور لتبركانين، طريقه جميله عند غزوفي، غزوفي كينطلق، غزوفي كيمرر الكره بطريقه جميله كتلعب المحاوله شرادي يبحث عن التسديد كيزداد لكن محاديه لشباك الحارس العسكري. محاوله جميله عن طريق التسديد، اختار التسديد كحل ثاني، عوض التمرير للجهه اليمنى، والتسديد في الدوريات الأوروبية يساوي أهداف بنسب كبيرة ويساوي أهداف في لغة كرة القدم الأوروبية بامتياز. ربما ما ينقص الدوري المغربي وأهداف عن طريق التسديد من بعيد، ربما أجاب اليوم يوسف القناوي عندما سجل أمام فريق أولمبيك ريبكا عن طريق تسديدة من بعيد، وهذه أشياء تبقى في تكوين اللاعب المغربي. الكرات الثابتة قليلة هي الأسماء اللي مرت في الدوري المغربي كتلعب اختصاص تسديد وتسجيل الأهداف. تماس لعبات كرة من جديد، ياسين الصالحي كيمرر الكرة في الجهة اليمنى، قتالية كبيرة من المدافعين كترجع هجمة عند الغازوفي، الغازوفي من الجهة اليسرى، الغازوفي أمامه محسن متولي، تحلوش بركات أو التماس لصالح فريق الرجاء. الهاشمي اللي كيلعب هو مصاب على مستوى الكتف من كأس العالم للأندية، كيعاني الهاشمي بإصابة على الكتف في الكتف ديالو، كيلعب دي معظم موضوع على الكتف الهاشمي بالمعلم العسكري والحاج. يحاول فريق الرجاء كالعادة بناء الهجمات من الخلف، الراقي فيفيان مابيدي خطوع الكرة كترجع مرة أخرى متولي، الراقي غيبحث عن التمرير الجهة اليسرى أو كيمرر بالفعل عند كوكو. كوكو الصالحي كيرفع كرة عالية في الجهة اليمنى عند الهاشمي، كنترول بطريقة جميلة، الهاشمي كيرفع كرة عالية راسية كترجع لمقرب منطقة العمليات، و الرقي يتدخل متولي، الرقي الرقي كيبحث على الكاروشي كيرجع للجهة اليمنى، فيفيان مابيدي نفس سيناريو بداية المقابلة أمام فريق أولمبيك خريبكا بنفس الطريقة كيلعب فريق الرجاء، وكنعرفوا أن أي خصم كيلعب أمام فريق الرجاء فعادي جدا أنه كيركل الدفاع، خصوصا إذا قلنا أن الجولة الأولى بنسبة كبيرة يمكن نقول أن فريق وداد فاس كيلعب على الهجمات المرتدة السريعة كيحاول يبني الهجمة ملي كتكون الكرة عنده.
لكن فريق الرجاء اللي كيوجد صعوبه في اختراق دفاع نادي الوداد الفاسي. كره في الجهه اليمنى، حاول لاخراج الكره من وسط الميدان من طرف عناصر وداد فاس، بالفعل للجهه اليسرى تحلوش امامه الغازوفي. تحلوش طريقه جميله، تحلوش عند الغازوفي، تحلوش اللي كان جنب فريق تعز موري خميسات. هنا خطا غازوفي يتالق، وخطا ثاني امام كوكو. شوفوا الاعاده، تابع عملية تنفيذ، وهذا الصحابي يصاحب الوقف في هذه الجولات المتبقية ويبحث عن تحقيق النتائج الإيجابية ونراسية. والحاج صمام الأمان في دفاع نادي الرجاء، والحاج وتماس يقول الحكم. رشيد الدحماني ملقب بفراشة، لكن كان لعب فريق المغرب الفاسي وبدايته بالواف كذلك. فراشة يبحث عن تحقيق نتائج إيجابية قبل دخول موسم الربيع في الدوري المغربي. كرة من الجهة اليسرى تلعب، وهناك ركنية. رحلة الدوري المغربي رحلة صيف وشتاء وخريف وربيع، على طول الموسم الكروي فيها البحث يكون عن الانتصار من أجل الظفر بكأس، خصوصا جوج ديال البطولات، جوج ديال المواسم. تبركانين كيف الطريقة جميلة داخل منطقة العمليات، كترجع كرة مقطوعة. الهاشمي كيمر الكرة عند متولي، هناك بركات اللاعب السابق للوداد، والتماس يتنفذ تماس. مابيدي يا مابيدي كينطلق داخل منطقة العمليات، كيرفع كرة وحكم يقول ضربة مرمى. فيفيون مابيدي افريقيا الوسطى. شوفوا الاعاده، سل لكن التمريره ديالو حاول يمرر ياسين الصالحي، اختار تمرير عوض انه يراوغ داخل منطقه العمليات. راقي تبركانين والغازوفي، يعني في اقل من خمسه المباريات يمكن نقول انه ساجموا بطريقه جيده على مستوى الخط الامامي ديال فريق وداد فاس. الهاشمي هناك تماس، بالفعل كرة ضربات في اللاعب فيفيون مابيدي. هنا يونس بن قاري اللي انتقل من فريق الوداد لفريق الوداد الفاسي، غير العنوان من البيضاء الى فاس رفقة الواف. تأخر اللحظات من نهاية الميركاتو الشتوي، وعن أي ميركاتو في الدوري المغربي نتحدث. كرة أمامية من الجهة اليمنى الهاشمي، لازلنا بعيدين عن من هم أقرب منا. إذا بكل صراحة هذا الموسم الكروي ومؤدي لكأس العالم للأندية والبحث فيه سيكون هناك إعادة تنفيذ يقول الحكم، والبحث فيه سيكون عن اللقب من مجموعة من الأندية أبرزها مغرب أتلتيكو تطوان في الصدارة، ثم الكوكب والفتح وحاسرية أكادير، الدفاع الحسن الجديد، الوداد، الرجاء. هنا تلعب الكرة عالية لكن بعيدة جدا، تصبح ضربة مرمى. لقاء عادي يمكن نقوله، ما شفناش الدفاع، ما شفناش محاولات حقيقية للتسجيل بعد مرور 20 دقيقة. ياسين الصالحي العائد للرسمية رفقة فريق رجاء،
عداد غياب بسبب الإصابة. برقادي كرة عالية لهاشمي تدخل تحلوش كترجع عند الراقي عند ياسين الصالحي. ياسين كيمرر مابيدي، مابيدي صعوبة في الكنترول كترجع مرة أخرى أمامية بشرادي بالمعلم الراقي والحاج عند العسكري حمزة برزوق حبيس الاحتياط وجليس كرسي الاحتياط رفقة الحد وكوليبالي. حمزة برزوق اللي كان حاضر بالرسمية رفقة رجاء أمام نادي حورية كوناكري. هنا الهاشمي كتلعب كرة دائرية من الهاشمي داخل منطقة العملية ياسين الصالحي. ياسين داخل منطقة العملية كيكون خطير ياسين كيرفع كرة عالية. هنا المحاولة لكن تصبح ضربة مرمى. قرار الاتحاد الافريقي لإقصاء فريق الرجاء بالقلم كان بالأمس بعد طول انتظار. الإعادة لكن كان بالأحرى أن فريق الرجاء يفوز على أرضية الميدان أحسن من أنه ينتظر مثل هذه الاعتراضات التي في بعض الأحيان لا تسمن ولا تغني من جوع بالنسبة للأندية المغربية في الاتحاد الإفريقي. كرة عند العسكري آخر فريق كان فاز بالاعتراض هو فريق الوداد على تيبي مازيمبي وهذا كان آخر انتصار لنادي مغربي على مستوى الاتحاد الإفريقي. هنا كوكو ما شافش باللي هناك لاعب من الخلف ديالو هنا كتلعب كرة عند الصالحي. الصالحي كيغير مكانو الجهة اليمنى الصالحي كينطلق كيمرر كرة أرضية فيفيان مابيدي في دور الهداف في دور الهداف ما يمكنش تضرب كرة في اتجاه المرمى وانت حاني الراس ديالك فيفيان مابيدي لأن غنشوفوا أنه ربما ما رفعش الراس ديالو باش يشوف حتى المرمى. غنشوفوا الإعادة وتعذب في الكونترول ديال الكرة لاحظوا ما شافش المرمى بتاتا فيفيان مابيدي وبالتالي هذه أشياء ما كتجيش بالمباريات بقدر ما كتكون في التكوين ديال اللاعب. فوزي البنزرتي يجلس في كرسي الاحتياط بعد ما كان جليس كرسي المدرجات. كرة من الجهة اليسرى محاولة أخرى والكرة لصالح فريق رجاء عن طريق تماس أو ركنية. ماذا يقول الحكم؟ ركنية لصالح فريق رجاء. محسن متولي في تنفيذ الركنية والكرات الثابتة هل ستكون الحلول في هذه المواجهة هنا هناك؟ كترفع كرة دائرية عالية تدخل من الدفاع كترجع مرة أخرى لصالح فريق وداد فاس عند تبركانين كيلعب كرة بطريقة جميلة. تبركانين كتلعب عند الغازوفي مقطوعة الكرة. تبركانين لعب كرة بلمسة جميلة لعب كرة عند اللاعب الغازوفي. الغازوفي اللي بحث على انه يكسب امتار بالكره لكن اعطى فرصه لمدافع فريق الرجاء انه يرجع للتغطيه الدفاعيه. تيبركانين ترجع مره اخرى عند حماني الجهه اليسرى عند تحلوش. تحلوش كيرفع كره راسيه كاروشي الراقي مابيدي الراقي كينطلق جانبه الصالحي وامامه ياجور يغير الجهه اليمنى بالفعل لكن ما كانش في اتجاه لاعبي فريق الرجاء. رجعت فيفيان مابيدي مابيدي كيمرر الكره في الجهه اليمنى عند متولي. متولي داخل منطقه العمليه يبحث على انه يرفع الكره متولي كيمرر وبين يدي الحارس محمد امين البرقادي. تبقى خطوره محسن متولي هي الانسلال من اروقه والتمرير الى المهاجمين لكن اقمل هجوم للرجاء في موسم لم يسجل فيه الكثير من الاهداف الفريق الاخضر 12 هدف فقط ودخلت مرماه 10 ديال الاهداف. وربما يمكن الحديث على ان تضييق الخناق من طرف انديه الصداره واضح. فريق الرجاء بعدد الهزائم
تبقى المهمة الصعبة بخمس مباريات نازل فيها في انتظار مباريات المؤجلة كذلك. ديما المتصدر يبقى بهزيمتان فقط. العيون الأجنبية تتابع صورة لمتابعة فريق رجاء الذي خطف الأضواء فيما مضى من زمن السنة الماضية الأخيرة. هنا تمريرة تعود مرة أخرى كاروشي. كاروشي بجانبه ياسين الصالحي. ياسين يبحث عن التمرير للجهة اليمنى بالفعل اتجاه الهاشمي. راسية من تحلوش عند الغازوفي. كرة عالية تبركانين. راسية مرة أخرى قيم عمل كبير لاعب رشيد تبركانين. مجموعة من التجارب بفرنسا وكذلك بالإمارات. يدخل للعب في البطولة الوطنية الدوري المغربي الاحترافي كذلك لعب بهولندا وألمانيا. راكم تجارب يبحث على أن يقدم منها أشياء. تمريرة جميلة لاحظوا تبركانين شوية يمكن نقول أنه كيصعب أنه يلقى مع من يلعب لاعب تبركانين لأنه يمكن نقول الريتم باش كيلعب به واش غيكمل به المقابلة. والحاج متولي لاحظوا متولي يتواجد في وسط الميدان كيبحث على الكرة. الهاشمي متولي ما بيدي عند متولي تولي من الجهة اليمنى. هذه الانسلالات ديال محسن متولي محاولة حاول انه يلعب كرة بنفس الطريقة اللي لعبها امام فريق اولمبيك فريفكا في اتجاه المرمى. فوزي البنزرتي يعيش ايام غير ايام كأس العالم. هنا محاولة اللي قلنا ان من خلالها محسن متولي حاول يلعب كرة في اتجاه المرمى. فوزي البنزرتي يعرف مدى المسؤولية اللي امامه مباريات فريق رجاء. تبركانين خطأ. خطأ لصالح اللاعب تبركانين. شوفوا الإعادة امام اللاعب بالمعلم. تابع عملية التنفيذ. فرصة لنادي وداد فاس. وهذا الصحابي تعود انه يلعب مباريات كبيرة في مركب محمد الخامس امام اندية البيضاء. هناك تلعب كرة عالية والتغطية الدفاعية في اخر المطاف امام اللاعب تبركاني الذي يفعل كل شيء بعد المقابلة. لاحظوا تبركاني والتدخل من اللاعب كاروشي. الركنية ركنية لصالح نادي وداد فاس. كرة عرضية كتلعب محاولة لقطع الكرة كترجع مرة أخرى عند تبركانين. تبركانين كيسددو تسديدة قوية وتدخل خالد العسكري. تدخل خالد العسكري كنقول أن تبركانين اليوم في الفورما كيلعب بطريقة جيدة. هنا محاولة أخرى عن طريق الغزوفي. تسديدة كانت قوية من رشيد تبركانين وتدخل خالد العسكري. نشوفوا الإعادة. هنا كرسي احتياط نادي وداد فاس. نشوفوا التسديدة. لاحظوا قيم بجهد كبير في هذه المقابلة. راقي صالحي الكاروشي تمس.
نف التماس. كنت كلهم خافت بشكل كبير ريتم المقابلة. فرصنا خلينا نشوفوا الجماهير واللوحات اللي كترسمها في المدرجات، سواء جمهور الرجاء والإطرة الرجاوية بالكوريغرافيا أو المساندة ولو بجماهير وأعداد قليلة جدا لنادي وداد فاس. صالحي عند الراقي، لاحظوا بسرعة كيرجعوا عناصر وداد فاس يغلقوا الممرات والمنافذ. ياسين كيمرر طريقة جميلة، فرصة على فريق الرجاء. كاروشي كيمرر الكرة كترجع مرة أخرى، والكرات اللي كترتد من الدفاع كتلقى بسرعة عناصر النادي ونتزديد. محسن ياجور يفتتح التسجيل عن طريق التسديد داخل منطقة العمليات. الهدف الأول لصالح فريق الرجاء، هدف مقابل لا شيء بعد هدوء كبير في المقابلة. فريق الرجاء في اللحظة اللي ما هاجمش فيها استغل هذه الهجمة بعد خطأ في التغطية الدفاعية وفي الإبعاد، ومحسن ياجور يسجل الهدف الأول في المقابلة. شوفوا لإعادة التمريرة، كان إبعاد الإبعاد في اللحظة الثانية ما كانش طريقة جيدة، حاول أنه يرجع الكرة ويلعب كرة عرضية، ارتطمت بالدفاع وصبحت سهلة عند ديفيو مابيدي اللي مر عند ياجور، وياجور يسجل عن طريق التسديد هدف مقابل لا شيء. هدف مقابل لا شيء. اذا فريق وداد فاس يبحث على التعديل، والرجاء يبحث على انه يسجل هدف اخر والحفاظ على النتيجه. تيبر كانين داخل منطقه العمليات. كره في الوسط، لمسة يد من لاعب فيفيو مابيدي. ياجور يسجل الهدف الثالث له في الدوري المغربي الاحترافي. الهدف الثالث لياجور، يبقى متولي هو هداف الفريق. 4 أهداف. كتلعب كرة عند الصالحي، يمر الكرة، هناك لمسة يد، لمسة يد من اللاعب بركات. لعبت كرة بسرعة داخل منطقة العمليات، وعاود صالح فريق الرجاء. زيدان وعادل الكاروشي اختار التسديد عوض التمرير. كرة لعبت بسرعة، شوفوا الإعادة. تسديدة مشت معادية لشباك الحارس محمد أمين البورقادي. كرة من جديد للتماس. هنا الجماهير والأولترا الرجاوية. جرين بويس مدرب سلطان والايجلز. العسكري كيرفع كرة، رجع مرة أخرى الجهة اليمنى لهاشيمي. غازوفي اللي كيلعب أمام لهاشيمي، كيلعب على أساس اليمنى لهاشيمي من الصعود، لأن في الصعود لهاشيمي في الرواق الأيمن يساهم بشكل كبير. اللاعب متولي وكيكون صاحب تمريرات حاسمة في أغلب الأحيان، وبالتالي الغازوفي كيحاول انه يلعب في الجهه اليمنى باش يحد من التقدم ديال الهاشمي. هنا كوكو، صالحي، صالحي عند كاروشي. كاروشي كيدخل منطقه العمليات، كيمرر فرصه لصالح فريق الرجاء عند ياجور. مقطوعه الكره كترجع مره اخرى، هذه المره الى التماس. لاعب يونس من قاري،
كانت كرة كتلعب مرة أخرى داخل المنطقة لعبة الفرصة الهدف الثاني للرجاء عن طريق فيفيو مابيدي. فيفيو مابيدي بوشنيت كيرفع كرة على الحارس، شوفوا الإعادة بطريقة جميلة. الهدف الثاني للرجاء، هدفان مقابل لا شيء، هدفان مقابل لا شيء. فيفيو مابيدي بعد خطأ من عناصر وداد فاس يتم تسجيل الهدف الثاني، شوفوا الإعادة لهذا الهدف. مساحة وممرات تركت، لاحظوا خطأ تلعب ياسين الصالحي هو اللي مرر الكرة، ياسين الصالحي تمريراته في هذه المواجهة تبقى حاسمة. لاحظوا لاحظوا ياسين، وهذه قوة ياسين الصالحي، عنده جوج ديال الميزات الصالحي، فإلى لعب في الخط الأمامي كيتحول إلى هداف، وإلى لعب خلف المهاجمين فكيتحول إلى لاعب صاحب تمريرات حاسمة وصانع للألعاب في أغلب الأحيان، وكان صاحب التمريرة ديال الهدف الثاني. فوزي البنزرتي يتابع عدد الدقائق ورجاء تقدم بهدفان مقابل شيء. كرة أمامية وركنية لصالح الرجاء. انتبه عملية تنفيذ الركنية، تلعب الكرة عالية، محسن ياجور، محسن ياجور يسجل الهدف الثالث وهو الرابع له رفقة فريق الرجاء. ماذا يقع لوداد فاس؟ ماذا يقع لوداد فاس في هذه المواجهة وبالضبط في هذه الدقائق؟ لأن تحل الدفاع ديالو بشكل واضح، وبالتالي استقبل جوج ديال الأهداف فأقل من ثلاث دقائق. ماذا يقع لدفاع نادي وداد فاس؟ وهذا الصحفي لم يفهم لحد الآن، والذي حط الرحال فأقل من أسبوع. لاحظوا الإعادة في كرة كان من خلالها الهدف الثالث للرجاء. المهمة المستحيلة لوداد فاس أصبحت مستحيلة بشكل واضح، حتى للبقاء ينقص 20 نقطة فريق وداد فاس إن أراد البقاء في القسم الوطني الأول. أين هو نادي وداد فاس على مستوى النتائج الإيجابية؟ إذن ثلاثة أهداف مقابل لا شيء. كتلعب كرة فيفيو مابيدي مرة أخرى داخل منطقة العمليات والركنية. جماهير الرجاء تتفاعل بهذه النتيجة المسجلة 3-0. محسن متولي ربما هذه أكبر نتيجة لحد الآن كيسجلها فريق الرجاء. كرة كتلعب مرة أخرى عند الراقي، غيبحث عن التمرير الراقي، الراقي غيمر الجالي من عند الهاشمي، الهاشمي عند متولي، متولي كيرفع كرة دائرية عالية هناك في الجهة اليسرى لكن تصبح ضربة مرمى. يعني في لحظة تغيرت المقابلة غير بالأهداف، لأن ما كاينش أداء وريتم كبير، لكن شفنا الأهداف فقط، ثلاثة الأهداف وبطريقة ذكية. وفي لحظة فريق وداد فاس، لاحظوا البيشنيت طريقة جميلة، فيفيو مابيدي يلعب الكرة. دن كرة في بناء هجومي بالمعلم، العسكري بالمعلم حتى لم تولي الراقي كوكو مابيدي عند متولي، تولي كيمر بطريقة جميلة عند فيفيان مابيدي، كترجع مرة أخرى عند الراقي، الراقي يبحث عن الهاشمي وكيمر الكرة في اتجاه الصالحي، قطوع الكرة
كتلعب ياسين ما كيتمكنش من الكره بعد تدخل منور. الان فريق الرجاء كيضغط على عناصر فريق وداد فاس، والتبركانين كيرجع للوراء وكيطلب من اللاعبين انهم يتقدموا اكثر، انه شاف ان الامور بدات كتصبح صعبه على فريق وداد فاس. كره مره اخرى كاروشي عاد مابيدي عاد متولي في الجهه اليسرى. كوكو والحاج بالمعلم الراقي صالحي يمرر لحظه الهدف الرابع للرجاء. وباي طريقه يسجل الرجاء الهدف الرابع؟ يا لها من تمريره من ياسين الصالحي، تمريره رائعه جدا بكل صراحه. نشوفوا الاعاده، التمريره اجمل من الهدف، التمريره اجمل من الهدف بكل صراحه. فيفيو مابيدي يسجل الهدف الرابع، 4 أهداف مقابل الشيء. يا له من سيناريو غريب تغيرت فيه الامور. لاحظوا التمريره ديال ياسين الصالحي كيمرر تمريره شميله باتجاه هجوم فريق الرجاء، بالضبط عند اللاعب كاروشي اللي كيمرر لفيفيان مابيدي اللي كيسجل الهدف الرابع في هذه المواجهه والثاني له في اللقاء. إذن يستفيق الخط الامامي للرجاء وتعود اوتوماتيزمات امام فريق وداد فاس. مجموعه من الاشياء كيسترجعها فريق الرجاء في هذه الجوله الاولى امام فريق وداد فاس. ونراسيه خطر لصالح اللاعب تبركانين، يمكن نقولوا ان حتى 10 ديال الدقائق تلعبات في نصف ميدان فريق وداد فاس. خطا يتنفذ عن طريق اللاعب الدحماني، كيرفع كره عاليه ونراسيه كترجع عند متولي. تحماني غازوفي، تحماني يمرر الكره لكن بعيده لتصبح ضربه مرمى. كوكو الراقي يبحث عن الهاشمية، ومتولي في الجهه اليمنى بالفعل، تولي امامه ثلاثة اللاعبين، يمكرر عند الصالحي لكن كان هناك عودة من الدفاع. كتلعب كرة متحلوش اتجاه تبركانين، مقطوعة من عنده الحاج، والحاج اللي كتقدم ماشيين من وسط الميدان وبالتالي كيتقدم بالدفاع ديال فريق الرجاء. الراقي عند فيفيون مابيدي، فيفيون الجهة اليمنى عند الهاشمي، الهاشمي غيبحث على انه يراوغ، والركنيه لصالح فريق الرجاء. تركيز الرجاء وهمه اليوم هو اللاعب في الدوري المغربي الاحترافي بعد اقصائه من عصبه الابطال، وبالتالي غيبحث على انه يرجع في المنافسه، وهذا شيء لن يكون سهل. هناك تلعب كره وحاول التسديد لكن بعيدة وتصبح ضربة مرمى، كانت عن طريق اللاعب بالمعلم اللي كيجرب حظه كذلك في التسجيل. كرة الجهة اليسرى تبركانين، تماس تحلوشت راسية، كوكو عند الشرادي، الراقي عند صالحي يحافظ على كورتو، وخطأ لصالح اللاعب ياسين الصالحي، وبطاقة صفراء هي الأولى بمواجهة للاعب يونس منقاري.
كيتصاب في الرجل اليمنى. ثم يغادر تلقي الاسعافات اللاعب ياسين الصالحي. دقيقة واحدة كوقت بدل ضائع. الجولة الأولى والتقدم رجاء بأربعة أهداف مقابل لا شيء. جيل محسن ياجور جوج ديال الأهداف. فيفيون مابيدي جوج ديال الأهداف. تولي. ولي دراقي راه نقول حاج مابيدي صالحي كيرجع لثمان مواجهه. الهاشمي تولي الهاشمي يمر الكره الرقيعه يبحث على كاروشي او الجالوس راه نقول حاج في هذا الاثناء يعلن الحكم يوسف هروي عن نهايه الجوله الاولى بتقدم فريق رجاء باربعه اهداف مقابل لا شيء. مشاهدينا فاصل ونعود للتحليل ورفقة الزياتي وخالد شخمان والتقي بكم مع بداية الجولة الثانية إن شاء الله. البطولة الوطنية الاحترافية تصل إلى محطتها 21. الثانية من فريق الرجاء الرياضي والوداد الفاسي. جولة أولى انتهت بأربعة أهداف مقابل لا شيء لصالح فريق الرجاء. إذن الجولة الثانية لحظات وتنطلق بين الفريقين. إذن أربعة أهداف في الجولة الأولى سجلها فريق الرجاء. أربعة أهداف سجلت عن طريق محسن ياجور هدفان وكذلك فيفيون مابيدي جوج ديال الأهداف. إذن نتابعوا معطيات الجولة الثانية بعد لحظات بين الفريقين. فريق وداد فاس لانهار في الدقائق يمكن نقولوا 15 الأخيرة من الجولة الأولى. وبالتالي نتابعوا الجولة الثانية. جولة من خلالها غيبحث فريق وداد فاس ويبدو صعب انه يرجع في النتيجة. وفريق الرجاء غيبحث على انه يسجل اهداف اخرى ويحافظ على النتيجة المسجلة. هنا بمركب محمد الخامس نعيش على ايقاعات الجولة الثانية من لقاء رجاء وداد فاس برسم الجولة 21 من الدوري المغربي الاحترافي. إذن الحكم كيستعد لطاء صافرة بداية الجولة الثانية. لا تكون الجولة الثانية لا تكون ضربة البداية بإقدام لا تكون فيها ضربة البداية بإقدام فريق وداد فاس الذي انهار قلت في الجولة الأولى. عملية الإحماء ديال مجموعة من اللاعبين ربما تكون هناك تغييرات مرتقبة خصوصا في تشكيلة فريق وداد فاس منذ البداية. إذن كتنطلق الجولة الثانية. كرة لصالح نادي وداد فاس. منور عند البرقادي. نرجع مرة أخرى أمامية اتجاه جبركاني. جبركاني كينطلق بالكرة لكن هناك تغطية دفاعية من أول حاج أمام اللاعب تبركانين. تابعنا بين الشوطين حديث دحنان نائب الرئيس رفقة الزميل عماد ريسكي واللي تكلم بلسانه مسؤوليته على مجموعة من الأشياء كيف أغصية خرج الرجاء
بالتصويت في ملف وقضيته أمام حوريا كوناكري أن محاولة رشوة من رئيس الفريق، هذا ما قاله دحنان، وعلى أن القضية ترفع فيها ملف للاتحاد الدولي للعبة على الأقل باش يعرفوا الواقعة والنازلة للاعب قيل من الاتحاد أنه من الاتحاد الإفريقي أنه لا يتواجد في لائحة فريق النادي المكناسي، ودحنان قال أن فريق ما كانش كيعرف النادي المكناسي أين يتواجد، وبالتالي صعب عليه وقرر عدم وضعه في اللائحة. أيضا مجموعة من المعطيات تكلم عليها دحنان بما يخص قضية الرجاء، وأعود وأقول أن الرجاء كان بإمكانه تفادي كل هذه الأشياء على مستوى الذهاب والإياب في رقعة الميدان، وكان ممكن أنه يكون منتصر لو ركز أكثر ولعب أكثر وفكر أكثر في حورية كوناكري على مستوى رقعة الميدان. كرة بالجهة اليسرى عند كاروشي، كترجع عند ياسين الصالحي اللي كيبقى لاعب مميز في الرجاء الجولة الأولى، كنقول أنه كيبسمها لعودة جيدة وبامتياز في هذه المقابلة. كوكو عند الصالحي، الصالحي في أش خطأ، كترجع مرة أخرى تمريرة مقطوعة والتماس. تماس من محسن متولي، كوكو راقي، راقي يبحث عن التمرير للجهة اليمنى باتجاه الهاشمي، بركات عند تحلوشت، شرادي، تحلوشت، غازوفي، تيبركانين، وتماس لأن هناك لاعب سقط على الأرض. لاعب الهاشمي أو نعم الهاشمي زكريا. فريق رجاء كيتواجد في المركز العاشر، هذه المقابلة 18 ديالو لأن عنده ثلاثة مباريات ناقصه، وغيلعب يوم الاربعاء امام نادي القنيطره ونادي مركب محمد الخامس في قلب مؤجل. فريق رجاء فاز ست مناسبات وتعادل بستة ونهزم في خمس مقابلات. نرجعوا للتفاصيل، في فريق وداد فاز المركز الاخير من 20 مقابله، عنده 13 نقطه فريق رجاء دون احتساب نقاط المواجهه، ونتيجه المباراه عنده 24 نقطه. فريق وداد فاز ثلاث مناسبات، تعادل في اربعه ونهزم 13 مناسبة. العسكري يتخبط وداد فاس في حبال النزول هذا الموسم. هنا كرة في الجهة اليمنى، حاول عن طريق سكتيوي يوسف، ترجع لعناصر الرجاء الراقي كيمرر الكرة، لكن كتسمع جمال سرفا لوداد فاس داخل منطقة العمليات. كرة لوداد فاس كان بإمكان اللاعب الغزوفي تسجيل الهدف الأول لنادي وداد فاس، لكن تدخل من خالد العسكري وترابيطات جميلة. كوكو عند الصالحي، الصالحي عند كاروشي، كاروشي أمامه ياجور، كاروشي راقي، راقي في الجهة اليمنى، هناك متولي، ما بيدي كيرفع كرة عالية باتجاه الصالحي ياسين، وأقرب إلى محمد أمين البور قادم، ما كاينش خطأ كيقول الحكم. ياسين الصالحي لازال سقط على الأرض، تماس كينهض ياسين الصالحي، التمرير تحماني، ترجع كرة عند سكتيوي، كرة بالجهة اليسرى، كرة أمامية أقرب إلى خالد العسكري، كوكو تولي لا
الهاشمي الرقي جانبو كوكو كيبحث على انه ينطلق بالكره الرقي يمر عند مابيدي عند ياجور كيمر الكره في جيلو سرعه كاروشي كترتطم بمدافع فريق وداد فاس تمس الصحابي هناك لاعب سقط على الارض نشوفوا الاعاده الفرصه اللي كانت ديال فريق وداد فاس وتدخل خالد العسكري الرجال تعاقبوا عليه مجموعه من المدربين هذا الموسم كانت البدايه رفقه محمد فاخير صاحب ابرز الانجازات في تاريخ الرجاء ابرز اسماء في تدريب الرجاء كانت من هذا الاسم محمد فاخير على مستوى البطولات لكن على مستوى عصبة الأبطال كيبقى سعدان وحيد وأوسكار في اللون ثلاثي الأجنبي اللي صنع ثلاثة ألقاب جوج عصبة الأبطال من وحيد لوزيتش وكذلك أوسكار في اللون أمام الترجي التونسي ورابح سعدان ديواران كأس إفريقيا للأندية البطلة وقائمة المدربين كبيرة اللي مرت في تاريخ الرجاء منها المحلية والأجنبية والأمل كل الأمل لمستقبل الرجاء في تحقيق نتائج إيجابية لأن ما صنعه الرجاء على مستوى كأس العالم الأندية يبقى الأبرز للقارة الإفريقية لحد الآن بلغت الأندية وأبرزها تيبي مازيمبي كذلك النهائي والرجاء يبرز من جديد في النهائي وليحقق أبرز شيء للكرة الإفريقية رفقة تيبي مازيمبي كي لا أنسى وحاول المرور تعود مرة أخرى أمامية ترك الامتياز الحكم الهروي لقاء جيد حكم المقابلة في لقاء يساعد على الكرة كذلك بين الفريقين لأن جوج ديال الأندية كيلعبوا كرة فريق وداد فاس رغم النتيجة كيلعب كرة جميلة بكل صراحة وكيحط كيف ما كنقولوا داكشي اللي عنده باش أنه يحقق النتيجة الإيجابية وباش أنه يقدم مستوى جيد في هذه المواجهة كرة الجهة اليمنى البحث عن العرضية من الهاشمي كيرفع كرة عالية البحث عن راسية تعود للجهة اليمنى تكتيوي كيرفع كرة عالية هناك تغيير غادي يكون البديل هو ياسين الساهل بالمعلم هاشمي كوكو الرقي اصبح فريق الرجاء كيسترجع بعد الاوتوماتيزمات ديالو صالحي وتسديده قويه من ياسين الصالحي والقائم الايمن يوقف هذه المحاوله وهذه التسديده كان هناك اللاعب اللي تصاب هو منقاري وروح رياضيه كبيره محسن متولي باتجاه اللاعب يونس منقاري اللي تصاب بالكره شوفوا ياسين الصالحي بهذه اللمسه جميله في الجهه اليمنى يمضي على عيد ميلاد جديد رفقه الرجاء بعد مجموعه من الغيابات ياسين الصالحي اللي كان ابرز لاعب في كأس العربية للمنتخبات رفقة المنتخب الوطني المغربي وإيريك غريتس كأس العرب اللي فاز به المنتخب الوطني المغربي هنا حمزة برزوق هو البديل حمزة برزوق مكان من هل سيكون تغيير مكان محسن ياجور أم بيديه انتبهوا التغيير بعد لحظات هنا كرة عالية ترجع مرة أخرى الراقي كاروشي الجهة اليمنى في اتجاه هاشمي ترابيطات جميلة بالفعل
فريق الرجاء يسترجع عديد من المقومات ديالو. تمريره خاطئه من الراقي كترجع التبركانين. التبركانين في الجهه اليمنى وحيد بدون مسانده هجوميه، كيمر الكره لكن اقرب الى بالمعلم. والحاج فتره من الفترات في الجوله الاولى فريق الرجاء واجه تبركانين مجموعه من المحاولات، صنع هذا اللاعب عن طريق التسديد او دخول منطقه العمليات او خلق الفرص الهجوميه لنادي وداد فاس لكن بدون نجاعه هجوميه. الرقي عند الصالحي، الصالحي كيمرر بطريقه جميله لكن في اتجاه الحارس محمد امين البرقادي. كره لصالح نادي وداد فاس. رضا الله تبركانين، رضا الله يبعثها لسكتيو في الجهه اليمنى، سكتيو يبحث على العرضيه ولدخول منطقه العمليات. كيمرر الكره ياسين حاول ما عرفش شنو يدير بالكره. الشرادي يمرر، رجع مره اخرى من قاري لكن اقرب الى العسكري. اللاعب رشيد دحماني اللي غادر بسبب الاصابه، والياسين السائل. هنا التغيير يغادر محسن ياجور بعد جيله الجوج ديال الاهداف. سيدور بعد الاهداف. كاروشي عند اول حاج. وحسين ياجور ترك مكانه لحمزه بورزوق. مابيدي الهاشمي، الهاشمي لاعب اللي الفورماسيون ديالو في التكوين او التكوين ديالو كان لاعب وسط ميدان. كره كتضيع من الراقي، رجع مرة أخرى، تولي تولي يمرر عند مابيدي. مابيدي حاول يمرر وسط دفاع فريق وداد فاس بالمعلم عند كوكو. جي جي كوكو ليفواري يعود مرة أخرى. كوكو بالمعلم الراقي. رجاء كيلعب نصف ميدان فريق وداد فاس. كوكو تولي جمرة أخرى، تمريرة أمامية بالرأس وتدخل البرقادي. جماهير الرجاء تتغنى وتتذكر المرحوم زكريا الزروالي في هذه المقابلة من جديد. كرة انطلاق عند بالمعلم العسكري الهاشمي. رجع كرة فيها خطأ يقول الحكم لصالح نادي وداد فاس. أكيد الجولة الثانية فريق رجاء يحاول أنه يسير المقابلة ايقاع منخفض لان الريتم، لان باش ما يتصابش بالعياء. عنده لقاء مؤجل على يوم الاربعاء المقبل، عنده مجموعه من المباريات فغيحاول انه يتعامل مع هذه الجوله الثانيه اقل جهد ممكن. لكن في نفس الوقت فريق وداد فاس ماشي من الانديه اللي غادي يمكن نقولوا تستسلم لهذه النتيجه. ركنيه البرازيلي كوستافو كوريا. ركنية سهل في التنفيذ، سهل كيرفع كرة عالية. هناك خروج العسكري يلعب كرة عند كوكو. بتولي إجا الصالحي عند عادل الكاروشي. الراقي
صالحي بدا الكره في وسط الميدان، كترجع لعناصر وداد فاس. استرجع بسرعه عناصر الرجاء طريق الهاشمي. كوكو راقي طالحي كوكو حكم شاف لمسة يد ولكن رفع اليد ديالو بحركة ترك الامتياز. مقطوعة الهاشمي، الهاشمي حاول تمرير في العمق، كترجع كرة عند الغازوفي، خطأ لصالح رضا الله الغازوفي. الجهة اليمنى رجع مرة أخرى عند الطريق أو عند كوكو من جديد. راقي بتولي بورزوق عند الهاشمي تولي مابيدي مابيدي عند كوكو، كوكو عند ياسين الصالحي اللي كيمر في اتجاه كاروشي. كاروشي كاروشي غيبحث على التمرير، كيرفع كرة عالية بالراس تعود من جديد. طريقة جميلة من الهاشمي الراقي عند كوكو، كوكو كيرفع كرة عند كاروشي. كاروشي عند ياسين الصالحي، ياسين كيرفع كرة لكن مبعدة مرة أخرى. كوكو الراقي كوكو صالحي ارتطم بالحكم، كترجع عند الشرادي. ضيق الخناق على عناصر فريق وداد فاس من طرف عناصر الرجاء لكن الاعتماد على التمرير باتجاه الغازوفي. الغازوفي غيبحث على المراوغة. الغازوفي أمام بالمعلم، هناك تغطية منه الحاج بالمعلم. راقي فريق رجاء هو اللي كيسير الايقاع ديال المقابله. تولي تضيع له الكره، كتصبح مره اخرى عند فيفيان مابيدي. مابيدي يبحث على التمرير، كبر الجهه اليمنى عند الراقي. الراقي مره اخرى كوكو يبحث على بورزوق، كترجع عند كوكو من جديد. مريرة تولي للوراء والحاج الراقي. عناصر وداد فاس واقفين في التغطية الدفاعية. مابيدي الهاشمي تمريرة كترجع مرة أخرى للوراء، مقطوعة الكرة. الصالحي بطريقة جميلة ثنائي بينه وبين اللاعب متولي، كل هدوء كيلعبوا عناصر فريق الرجاء من فريق وداد فاس المنهار في هذه الدقائق. الجهه اليمنى الهاشمي غيبحث على انه يرفع الكره، كره عاليه مبعده بالراس كترجع عند كوكو. حصه التمارين في هذه الدقائق لفريق الرجاء. شفنا فريق وداد فاس نزل اليد ديالو في الدقائق الغالب الله كيف ما كنقولوا. مجموعة من النتائج، مجموعة من الغيابات، تغييرات على مستوى المدربين، الوضعية المادية، مجموعة من الأشياء هنا تسديدة لكن تصبح ضربة مرمى. فريق وداد فاس اللي عانى في المواسم الأخيرة، هذه الأشياء ليست بوليدة هذه الموسم، وليدة العاد. تماس راقي صالحي هو خطا يقول الحكم. جوج ديال التغييرات، تغيير في كل فريق الان. يدخل اللاعب غوستافو كوريا البرازيلي مكان رضا الله الغازوفي.
هو تشكيلة فريق الرجاء. محاولة من الجهة اليمنى، ترجع مرة أخرى، تعد اللاعب سفيان سعدان للدخول، حاول عند كاروشي، كاروشي يبحث عن التمريرات بتولي الجهة اليسرى، كاروشي طالحي تولي كوكو، هناك الهاشمي في الجهة اليمنى، كوكو يبحث عن التسديد، يسدد كتسمع كرة عند الهاشمي، كرة من الجهة اليمنى يبحث على أنه يرفع الكرة عالية، هناك راسية تعود إلى التمس. إذن سفيان سعدان مكان اللاعب أظن ياسين الصالحي، أبرز لاعب تشكيلة فريق الرجاء. ياسين الصالحي نجم فريق الرجاء في المقابلة. تلعب الكرة من جديد، غوستافو بالدفاع أمامي على مستوى الخط الهجومي لفريق وداد فاس، بالمعلم والحاج العسكري الراقي غير الجهة اليمنى، لكن كترجع عند عناصر فريق وداد فاس تحلوشت، يمر بطريقة جيدة، مازال كيعمد على كورتو، كيمر في اتجاه تبركانين، هناك غوستافو، غوستافو كوريا يبحث عن تسديد، غوستافو كيروح بطريقة جيدة، هناك خطأ، أول لمسة للبرازيلي غوستافو حصل فيها على خطأ من منطقة قريبة من منطقة العمليات. شوفوا الإعادة، رغم بالمعلم على انه يرتكب خطا، إذن تبركانين كرة ثابتة، تبركانين فرصة صريعة لوداد فاس، وفي عملية التنفيذ تبركانين غادي يلعب الكرة تجاه المرمى، لكن التغطية كانت من الجدار البشري والحائط اللي كيبعد الكرة إلى الزاوية. تبركانين في تنفيذ الركنية، كرة بسرعة، رجع العناصر الرجاء مقطوعة، مابيدي كيمرر، كترجع مرة أخرى للعناصر وداد فاس، ولمسة يد ترعى، هاشيمي كتمرر مابيدي للجهة اليمنى، ضربة مرمى فؤاد السحابي، أول مقابلة هي صعبة في بدايته مع فريق وداد فاس، أول مقابلة كانت أمام فريق الرجاء اللي كنتابعوا الآن، 4 أهداف مقابل شيء في الجولة الأولى، ما عسى أن يصنع، هنا محاولة متولي في الجهة اليمنى، فرصة صار فريق الرجاء مرة أخرى عن طريق البحث عن التمرير، هاشيمي كوكو سعدان الرقي، الجهة اليمنى عند الهاشمي،
بالراس، رجع مرة أخرى متربطة جميلة، يحاول أنهم ما يضيعوش الكرة عناصر فريق الرجاء. هنا محاولة تسديد لكن سمحت تمريرة وراسية من حمزة برزوق فوق المرمى. شوفوا حاول أنه يسدد لكن سمحت اتجاه حمزة برزوق لما كي يضيعش هذه الكرة، رغم أنها ما كانش في اتجاهه لكن كانت بطريقة قوية. الراقي رجع الكرة بطريقة جيدة عند كاروشي، كاروشي عند الهاشمي، تولي برزوق يدخل منطقة العمليات. ماذا يقول الحكم؟ ليس هناك خطأ، كتلعب كرة مرة أخرى عند غوستافو كوريا. كترجع أمامية غوستافو تجاه تبركانين، كيف قد التوازن ديالو بالمعلم. شوفوا الإعادة ديال المحاولة ديال فريق الرجاء داخل منطقة العمليات. الراقي عند متولي، حاول من سعدان كترجع مرة أخرى. حاول أنه يسترجع كورته أمام تحلوشت، تحلوشت والتماس في آخر المطاف لصالح نادي وداد فاس. تعاود الكرة لصالح عناصر الرجاء. محسن متولي تنطلق للوراء عند الراقي بالمعلم عند أول حاج، غيكون تغيير آخر، يدخل سيرج كواديو ليفواري. الراقي تمرر الكرة طريقة جميلة، برزوق يسدد وركنية، تسديدة حمزة برزوق اللي شاف انه ما توصلش الكرة، وبالتالي اصبح كيعتمد على الكرة اللي كتوصلو على اساس انه يراوغ ويسجل. وهذا الدور ديال المهاجم هو انه يخلق الفرصة في اي لحظة ويعتمد على الملكات ديالو. كيغادر اللاعب رشيد تبركاني، لعبات كرة محاولة تزيد من راقي، تسديدة كترتطم بعد لاعبين، كترجع مرة أخرى الراقي داخل منطقة العمليات. هناك تغطية دفاعية كترجع لصالح عناصر وداد فاس، هجمة مرتدة سريعة كواديو، خطأ لصالح اللاعب سيرج كواديو في أول لمسة. أربعة وسبعين دقيقة، دائما التقدم للرجاء بأربعة أهداف مقابل الشيء. كرة عالية راسية، فرصة عند طريق البرازيلي غوستافو كوريا اللي كان كيبحث على الخطأ أكثر ما بحث على أنه يلعب الكرة، إلا كان عنده فرصة حقيقية داخل أو على مقربة منطقة العمليات. كرة أمامية باتجاه برزوق، هناك تغطية من تحلوشت، تماس فمقابلة من كيولي في 4-0. كيبان أن الخصم كيصعب عليه يرجع، ف يمكن نقول انك تضيع ديك الاثاره وداك التشويق. وهجمه لصالح الرجاء، كاروشي والحاج بالمعلم، الراقي متولي، متولي عميد فريق الرجاء اللي يحمل شاره العماده في هذا الموسم. هنا كرة عن طريق برزوق كيمر بطريقة جميلة في الشاسلو، كيقول الحكم كتلعب كرة عالية لكن كان هناك تغطية دفاعية، خطأ يقول الحكم، لعبة ترتكب في حق اللاعب الشرادي. قلت إشارة العميد من طرف أو لمحسن متولي، إشارة ربما غيرت عديد الأشياء في هذا اللاعب اللي أصبح صاحب مسؤولية على مستوى رقعة الميدان. يمكن نقول أنه شفنا هذه الأشياء في كأس العالم الأندية، شفنا في مجموعة من المباريات أنه في لحظة اللي ممكن أنه محسن متولي يغير موازين القوة في المقابلة.
تولي هناك بالمعلم سقط على الأرض. شوفوا إعادة وحده قاري يعيد الكرة للحارس العسكري والروح الرياضية الراقي كوكو تولي مابيدي رجع مرة أخرى تولي كوكو مابيدي تولي عند الراقي كوكو مابيدي بورزوق عند الراقي الراقي عند سعدان 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 كيمرر عند متولي كوكو كل هدوء كيلعبوا عناصر فريق الرجاء ويعيد الكره الوراء. لاحظوا لان ما لقاوش الحلول لان عناصر وداد فاس ربما يمكن نقولوا انه مامنين بالنتيجه وكيبحثوا على بعض الهجمات فقط ممكن انها تقلص الفارق. ما شفنا الجوله الثانيه اللي فيها فريق يبحث على الاقل العوده في النتيجه وكيف ما قلت على الورق وفي الترتيب وبكل المعطيات صعبه. لو كانت هذه مقابله في العشر مباريات الاولى في الدوري المغربي ممكن نشوفوا هذه الاشياء، لكن اليوم البطوله وصلت الجوله 21 رحله طويله السفر شاق لايقاع وتكوين الاحتراف بين قوسين لمجموعه من الاشياء اللي كتلعب كمتغيرات وعوامل في هذا المنعطف. فريق اللي ممكن يرجع باربعه اهداف مقابل شيء صعب في الدوري المغربي بكل صراحه. شفنا استثناءات قليله وقليله جدا ان بعض الانديه كترجع، لكن بكل صراحه فاستثناءات محسوبه على الراس الاصابع. اخر هذا الموسم كنظن بين الكوكب والحسنيه، لكن شفنا الكوكب كيفاش رجع، لكن يمكن نقول ان باش تشوف الضوابط في الدوري المغربي فصراحه كيلزمنا بزاف وبزاف. الدوري المغربي خاصو دراسه، خاصو مجموعه من الاشياء، اللاعب المغربي خاصو تكوين، اللاعب المغربي خاصو احتراف ذهني قبل ما يكون احتراف على المستوى المهنه. اقول المهنه هي لاعب كره القدم، فهاد الاشياء ما كتجيش بين ليله وضحاها، لكن كتجيب دراسه، كتجيب لجان مختصة، كتجيب مراكز تكوين من الطراز الرفيع، كتجيب ملاعب، كتجيب جمهور، كتجيب كل المتكونات وكل المتداخلين في اللعبة. وهذا الشيء علاش ما كنشوفوش منتخب قوي، وهذا الشيء علاش في بعض الأحيان كتجيك الغرابة ملي كتسمع أن الجمهور كيقول لك لم يحقق المنتخب نتائج إيجابية. كيف يحقق المنتخب نتائج إيجابية إن كانت البطولة الوطنية هنا بطاقة صفراء؟ البطولة الوطنية والأرضية اللي هي الأرضية بالأساس ما كتعطيش هاد الصورة. محسن الربجة يحصل بطاقة صفراء. ربما نتحدث لنوصل الرسالة للدوري المغربي، لأن اليوم أصبح الجمهور يقارن بين ما يراه هنا وبين ما يراه هناك، ولا مجال للمقارنة يا عزيزي المشاهد. لا تقارن بين هذا الدوري والدوريات الأوروبية، من فضلك قارن من هم معنا في القارة وابتعد عن من هم فوق حدود المغربية. لا نقارن مع إسبانيا وفرنسا والدوريات التي راكمت سنوات كبيرة وتاريخ كبير. كرة من الجهة اليمنى
من الجهة اليمنى البحث عن التمرير والتماس. قد تكون نتيجة الرجاء في كأس العالم الأندية أكسيدون دو باركور، يمكن نقول بكل صراحة بأداء جميل جميل وبنتاج ما كانش منتظر، لا أحد انتظر أن فريق الرجاء أنه يحقق هذه النتيجة، ولكن أعطى صورة جميلة للكرة المغربية، أعطى صورة جميلة إلا كانت هذه الصورة اللي خاص الكل شي يديرها. وفريق الرجاء كان كبير بما في الكلمة معنى، وصل نهائي ولعب أمام عملاق كبير اسمه بايرن ميونخ، والنازم بشرف في النهائي التاريخي. ورجاء بكل صراحة قاد قافلة الكرة المغربية في هذا كأس العالم للأندية، وعطانا صورة ومثال اللي خاص يكونوا عليه باقي الأندية، وهذا الشيء اللي خاص يكون بالأندية المغربية. لكن من جديد في المشاركة الإفريقية تبعثرات الآمال وغادرات الصورة اللي كنا كنتكلموا عليها، أنه فرصة صالحة فريق وداد فاس والبحث عن تسديد كترجع لعناصر فريق الرجاء. قلت خروج الأندية المغربية ما عدا الدفاع الحسني الجديد، نرفع القبة على هذا النادي على داو لحد الآن، كنتمنوا له التوفيق بكل صراحة، لأنه سفير الكرة المغربية قاريا. هنا كرة من جديد لصالح فريق الرجاء، تبري ضغط من ضغط العمليات، والحاج في دور المهاجم، والحاج يمرر الكرة إلى حمزة برزوق، لكن تصبح ركنية بعد التغطية الدفاعية. شوفوا الإعادة، كانت تغطية دفاعية، شوفوا من مدافع نادي وداد فاس اللي هو الربجة. كان دقيقة 83 أو دقائق أعطتنا مساحة وفرصة للحديث عن الحديث عن رؤية ممكن ويجب أن تكون في عالم احتراف كرة القدم المغربية، في خطوات بالخطوات الاحترافية الأولى للدوري المغربي الاحترافي لثالث المواسم الاحترافية، بعد موسم أول فاز به المغرب التطواني وموسم ثاني فاز به الرجاء، واليوم موسم ثالث لمن سيكون. إذن هي المعطيات هنا وهناك، والدراسة يجب أن تكون شمولية لكرة القدم المغربية، وتأخذ أمثلة بعين الاعتبار، أمثلة على قدنا كيف ما كنقولوا، باش يتطور المنتوج الكروي المغربي لما هو أحسن، ويتطور اللاعب المغربي، ونشوف صور كبيرة ماشي غير فترات مشاركة قارية أو لا سفلة حديث عن قارية، آخر إنجازات قارية كتبقى للمغرب الفاسي. اليوم المغرب الفاسي يعيش على إيقاعات أسفل الترتيب، لاحظوا هذه الفوارق والظواهر الغريبة بكل صراحة، لكن هذه هي كرة القدم من غرائب كرة القدم المغربية. الماس بالأمس يتسيد القارة على مستوى الحضور، واليوم هو يبحث عن الانعتاق من أسفل الترتيب. بالتوفيق للأندية المغربية هذا الموسم في الدوري المغربي، والدوري يجب أن يكون للأحسن والأفضل والأبرز والأقوى. هنا تلعب كرة أمامية بطريقة جميلة داخل منطقة العمليات، تصبح ركنية وتغيير غيدخل اللاعب عبد الإله الحافظي. محسن متولي يغادر ويدخل إلى الحفيظ، إذن كوكو هو البديل على مستوى شارة العميد. كوكو هو البديل لمحسن متولي، لأنه كنقول أقدم لاعب أبرز لاعب وسط الميدان كذلك الدفاعي رفقة الراقي. الحافظ يدخل مكان محسن متولي، 4 أهداف مقابل شيء، حسمت الأمور بانتظار الدقائق القليلة المقبلة. الراقي في التنفيذ، كيرفع كرة دائرية البحث عن راسية، ترجع مرة أخرى بالراس، طريقة جميلة كاروشي عند الراقي، الراقي برجله اليسرى كيرفع كرة راسية مبعدة من الدفاع، ترجع لصالح عناصر الوداد الفاسي. غوستافو اتجاه سيرج كواديو، لاسكري كوكو راقي عند أول حاج،
كوكو مابيدي، كوكو راقي، حافظي، حافظي كيمرر الكره في الجهه اليمنى عند الهاشمي كيرفاع كره وتدخل محمد امين البرقادي وركنيه. تدخل محمد امين البرقادي تابع الركنيه، تابعت كره الوراء عند الراقي، راقي كيرفع كره عاليه مبعده بالراس كترجع مره اخرى والحاج عند الهاشمي، الهاشمي بجانبه سعدان، سعدان عند الهاشمي، الهاشمي يعرض على كورته كتضيع، غوستافو يعود الكره الوراء من اتجاه كواديو، الشرادي رجع الكره واللاعب السهل تلعب كره من الربجة عند العسكري، تقارب المستوى في مجموعة من المباريات الدوري المغربي الاحترافي، مجموعة من الأندية كيتقاربوا في المستوى، بعض الأحيان ما كتلقاش فرق بين أصحاب المقدمة وأسفل الترتيب خصوصا المباريات الأخيرة، ولكن كتبقى الفوارق في أشياء بسيطة اللي كتصنع الفارق، والاستمرارية على مستوى العمل التقني كتعطي الأكل ديالها، الأمثلة تتكلم عن نفسها، تتكلم عن نفسها بمغرب أتلتيكو تطوان، وتتكلم عن نفسها بالكوكب، وتتكلم عن نفسها بالحسنية وبالفتح والأندية هذه كلها في الصدارة، وهي أندية اللي حافظت على الاستقرار التقني، وبهذا الاستقرار التقني هي اليوم قريبة من حصد الألقاب ولقب غالي مؤدي لكأس العالم للأندية. ونفس الشيء كان عاشه فريق الرجاء لما كان رفقة محمد فاخر كذلك، هنا من الجهة اليمنى حاول كتلعب كرة عالية البحث عن رأسية وتدخل محمد أمين البرقادي، نفس الشيء استقرار التقني كان وصل الرجاء للعالمية وبأداء جميل بين اللاعبين وانسجام كبير، لأن يعني الحفاظ على التوليفة والتركيبة البشرية كيخلق انسجام وكيخلق فوارق. شفنا أن عفوا ربما قد لا تناقض، لكن شفنا أن الأندية الكبيرة في بعض الأحيان تغير فقط في الميركاتو، ولا تغير فقط يمكن نقولوا كتجلب جوج ثلاثة اللاعبين فقط وكتحافظ على التوليفة البشرية كانت عندها في الموسم الماضي، وإذا كان هناك بيع كتبيع لاعب فقط مركز أو جوج المراكز، ف أشياء ربما لا يمكن ما كتنطبقش في أغلب الأحيان في الدوري المغربي، ف هذه كأمثلة بسيطة وإن كان أمثلة يعني واضحة بكل صراحة، وإن كنت أقول في البداية فالأمثلة ناخذوها فقط بأندية اللي شبيهة في الأندية المغربية في مجموعة من الأشياء. كرة من الجهة اليمنى، اليوم إلى متى ستبقى المعاناة على مستوى كرة القدم الوطنية؟ يجب أن يتاق الخروج من أزمة النتائج، النتائج السلبية، خصوصا يجرنا الحديث عن كأس العالم للأندية المقبلة والمشاركة المرتقبة للأندية المغربية، وكذلك يجرنا الحديث على كأس إفريقيا 2015 من روسيا اللي غتنظم بالمغرب والمنتخب الوطني المغربي، وطالب بتحقيق نتيجة إيجابية، لكن من اربع دقائق وقت بدل ضائع في نتيجه اربعه اهداف مقابل شيء، هنا تلعب الكره لصالح غوستافو كيبعثها لتسديد كيسدد، وتدخل العسكري، كوكو كوكو كاروشي والحاج راقي، لعب مرة أخرى
المعلم يعيد الكرة عند الحارس العسكري. والحاج ديفيان مابيدي كوكو حافظي لاشيمي لاشيمي كيبحث على حمزة بورزوق عن طريق كرة عالية كرة كترجع الجمع عن طريق سيرج كواديو سيرج كواديو كيطلق بالكرة بجانبو غوستاف وجوج ديال المهاجمين وثلاثة ديال المدافعين سيرج كواديو كيحافظ على كورتو سيرج كيزداد أبرز فرصة لنادي وداد فاس عن طريق اللاعب سيرج كواديو وتدخل الحارس خالد العسكري شوفوا الإعادة كرة لعبات بطريقة جيدة جدا نتابع الركنية سهل في التنفيذ يرفع كرة ونرسيا وتدخل العسكري مرة أخرى كرة كانت خطيرة جوج ديال الكرات كانوا خطيرين من طريق عن طريق وداد فاس شوفوا الإعادة الركنية الأخيرة إذا لم يبقى الكثير عن نهاية هذه المقابلة برسم الجولة 21 من الدوري المغربي الاحترافي ورجاء يسجل 4 أهداف في الجولة الأولى و يبحث عن 3 نقاط في هذه المقابلة 3 نقاط تجعل الرجاء برصيده 27 نقطة في المركز 7 المحاولة كتلعب في الجهة اليمنى طريقة جميلة فرصة للتسديد كيزداد والتغطية بالرأس من الدفاع كترجع مرة أخرى الراقي أو الكاروشي كترجع لصالح عناصر وداد فاس هجمة مرتدة كاروشي كيسترجع الكرة بكل هدوء كرة عن طريق التسديد ومحاولة للشباك من اللاعب سعدان يسدد بالرجل اليسرى لاعب سفيان سعدان شوفوا الإعادة سدد محاولة للشباك الحارس محمد أمين البرقادي راسية رجع مرة أخرى غوستافو تماس تماس سينفذ تحماني يتضح انه تصاب في هذه المقابلة كرة كترجع عند عبد الإله الحفيظي وفي هذا الأثناء يعلن الحكم يوسف الهراوي عن نهاية هذه المقابلة بفوز فريق الرجاء ب4 أهداف مقابل شيء ينتصر الرجاء ب4 أهداف في الجولة الأولى ياجور سجل 2 أهداف وفيفيون مابيدي 2 أهداف هكذا انتهت الأمور للأخضر الرجاء وفي هذه المقابلة رسم الجولة 21 من الدوري المغربي الاحترافي وعنده لقاء يوم الأربعاء أمام النادي القنيطري لقاء مؤجل في الدوري المغربي هكذا كانت الأمور مشاهدينا الكرام في كل مكان هذا يسلم ركشي حييكم على اللقاء بكم باقي المناسبات المقبلة فاصل ونعود للزميل شخمان وزيتي لتحليل أطوار الجولة الثانية واللقاء إلى اللقاء